السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فنزولا عند رغبة إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات في بيان عملي تطبيقي لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنني أحقق رغبتهم وألبي طلبهم وأقوم ب التطبيق العملي الفعلي لصفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم سائلا الله عز وجل للتوفيق والتسديد انه خير مسؤول اخواني واخواتي بطبيعه الحال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي وكان الصحابه رضي الله عنهم يجتهدون اجتهادا كبيرا في الوصول الى كيفيه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوها للامه نقلا عجيبا حتى انهم ما تركوا شيء من صلاته عليه الصلاه والسلام الا ونبهوا عليه وبينوه وذكروه ووضحوه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. اول ما يبدا المصلي به حينما يريد الصلاه اسباغ الوضوء، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث ابي هريره قال اسبغ الوضوء يعني اتم الوضوء واكمله ثم استقبل القبلة واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة لا بد أن تستقبل القبلة فإذا كنت تشاهد الكعبة فلا بد أن تستقبل عين الكعبة أما إذا كنت بعيدا عنها فتستقبل جهة الكعبة تستقبل جهة الكعبة ثم يقوم الإنسان في صلاته مستشعرا بأن الله عز وجل مطلع عليه ناظر إليه يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه ولذلك كان الصحابه رضي الله عنهم اذا وقفوا بين يدي الله عز وجل في الصلاه كان لهم شان وحال عجيب جدا لانهم يستشعرون بين من سيقفون يستشعرون عظمه الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يتخذ المصلي السترة لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا صلى احدكم فليصلي الى ستره وليدن منها والستره اخواني واخواتي مثل هذه الشيء المرتفع، بالنسبه للستره لا يلزم ان يكون مثل هذا، مثلا يجعل المصلي الجدار ستره، الساريه ستره، السرير ستره مثلا في البيت، في المساجد ما ينبغي ان الانسان ينقل الستره بيده، وانما يصلي الى جدار، يصلي الى ساريه، يصلي الى هذا الذي يسمى الكرسي او حامل المصحف مثلا. يصلي إلى ظهور الرجال كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة السترة حكمها سنة في قول جماهير أهل العلم صحيح ذهب بعض العلماء إلى وجوبها لكن الراجح بأنها سنة وما ينبغي للإنسان أن يتساهل في اتخاذ السترة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صلى إلا إلى سترة ثبت عنه في حالة واحدة في منى أنه صلى إلى غير جدار كما قال ابن عباس ولذلك لا ينبغي للانسان ان يتساهل في الستره والستره يدنو منها والستره تبدا من اصابع الرجل الى محل السجود وهي ثلاثه اذرع هذا يسمى الذراع ثلاثه اذرع الى محل السجود بارك الله فيكم فلا تتساهلوا في اتخاذ الستره وهذه رساله لاخواني واخواتي لا سيما النساء في البيوت حيث ان المعتاد عندهن انهن يصلين الى غير ستره، لا يتخذ الانسان ستره اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم بعد ذلك اخواني واخواتي الانسان قبل ان يكبر ينوي هذه الصلاه، والنية هي عزم القلب عزم القلب، النية هي عزم القلب، ولذلك النية محلها ماذا؟ القلب وليس محلها اللسان، ومن المخالفات التي تحصل عند كثير من الناس الجهر بالنيه، يقول نويت ان اصلي صلاه الفرض كذا وكذا حاضرا مستقبلا القبله وشيء من هذا من المخالفات، لماذا؟ لانه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان يجهر بالنيه، وانما كان ينوي بقلبه وهو القائل انما الاعمال بالنيات، والنيه محلها القلب، ولذلك من تسهيل الله لنا ومن تيسيره علينا انه سهل لنا مساله النيه بحيث ان الانسان يستحضر هذه العباده قبل او مقارنه للتكبير هذه هي النيه اخواني واخواتي ولذلك ما يفعله كثير من الناس نسال الله تعالى لنا ولهم الفقه في دينه من الجهر بالنيه هذا لم يثبت لا عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا عن الصحابه الكرام ولا عن التابعين ولا عن الائمه المتبوعين الاربعه الذين مذاهبهم معروفه ومشهوره ولذلك اخواني واخواتي النيه محلها القلب كما ذكرت لكم وتكون مقارنه للتكبير يعني لما تبدا تكبر تستحضر هذه النيه ويجوز تقديمها شيئا يسيرا الامر الاخر اخواني واخواتي بالنسبه للمصلي اذا جاء ليقف في الصلاه يقف بحيث ينصب جسمه على عقبيه ينصب جسمه على عقبه ويقف مثل هذه الوقفة التي تشاهدونني الآن كيف أن أصابع قدمي إلى القبلة وأنني جعلت الرجلي جعلت رجلي اليمنى مع رجلي اليسرى باعتدال مع الجسم بحيث أن الجسم كله ينصب على القدمين ولذلك يصلي الإنسان بشكل مريح جدا على خلاف ما يفعله بعض الناس من المخالفات منها مثلا بعض الناس هكذا يصلي بحيث انه يباعد بين قدميه هذا غلط هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ومن الناس من يجمع قدميه بهذه الصوره لاحظتم كيف هكذا يجمع قدميه وهذا ايضا خطا الصحيح هكذا الصحيح هكذا، لاحظ حتى حركة الجسم مرتاحة جدا أو وضع الجسم مرتاح لأنه منصب على العقبين، منصب على عقبي القدمين. أيضا في قضية الأصابع، الأصابع تكون إلى جهة القبلة، تجد بعض الناس وهذا قد يكون من حرص لكنه حرص زائد، يريد السنة لكن يخطئ، ماذا يفعل؟ هكذا يفعل. لاحظتم كيف؟ يصلي هكذا، يجعل قدميه هكذا. وهذا خطا الا اذا كان عنده مثلا مشكله في قدميه، عنده اعوجاج في قدميه، هذه هذه مساله ما نتحدث عنها، لكن ان يتعمد هذا ظانا ان سنه فهذا خطا، او بعض الناس يصلي هكذا بحيث انه يفرج بي يعني يبعد اصابعه الى غير القبله، وهذا ايضا خطا اذا اعتقد بان هذا من السنه، اما اذا كان عنده عيب خلقي مثلا او مثلا عنده مشكله في القدمين، هذه مساله ثانيه. لكن الاصل انك اذا وقفت تقف هكذا بحيث انك تقف بشكل مريح ومعتدل وتجعل جسمك ينصب الى على العقبين، هذه سنه النبي عليه الصلاه والسلام في وقوفه في الصلاه. ثم بعد ذلك يكبر النبي عليه الصلاه والسلام، وهذه تسمى اخواني واخواتي تكبيره الاحرام، والصلاه لا تنعقد الا بها. الصلاه لا تنعقد الا بها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هيئة الصلاة بأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه يقول إذا قمت إلى الصلاة فكبر وكبر يعني يقول الله أكبر ما يعني تقول غير هذه الجملة يعني ما يكون غيرها يقوم مقامها فأن تقول الله أكبر لا بد من قول الله أكبر لو قلت الله العظيم الله الجليل مثلا آه الله الاعظم هذا ما يصلح لا او الله الاكبر لا بد ان تلتزم الهيئه والصفه التي كان عليها النبي عليه الصلاه والسلام تقول الله اكبر هذا هو التكبير يسمى تكبيره الاحرام طبعا بعض الناس عندهم اخطاء للاسف في تكبيره الاحرام مثلا يقول آه الله اكبر هذا غلط هذا يسمى استفهام آه يعني آه انكاري الله أكبر مثلا أو مثلا بعض الناس يقول الله أكبر يمد باء أكبر وهذا خطأ لأنه يتغير المعنى تغير المعنى التكبير أن تقول الله أكبر هذا هو التكبير الله أكبر هذا هو التكبير بالنسبة لرفع الأيدي مع تكبيرة الإحرام سنة أما تكبيرة الإحرام تقول الله أكبر فهي ركن يعني مثال أنت الآن قلت هكذا: الله أكبر، أتيت بالركن، يعني صلاتك صحيحة لو ما رفعت إيديك، لكن السنة أنك ترفع إيديك مع التكبير، تقول الله أكبر تجعل التكبير يوافق حركة اليد ابتداءً وانتهاءً ابتداءً وانتهاءً. طبعاً السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في رفع الأيدي أنه كان يرفعهما حذو منكبيه هذا المنكب الكتف يسمى هذا المنكب هكذا الله اكبر هذه صفه تكبيره النبي عليه الصلاه والسلام واحيانا كان يرفعهما عند فروع اذنيه هكذا الله اكبر هذه هي السنه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا الله اكبر هذا حذو المنكبين او الله اكبر احيانا وهذا من التنوع تفعل هذا او تفعل هذا في اخطاء اخواني واخواتي ومهم جدا ان ننبه على بعض الاخطاء وليس عيب ان الانسان يقع في الخطا كل الناس يخطئ لكن العيب ان يستمر الانسان في الخطا. هذه صفه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام، من الاخطاء الوارده عند بعض الناس، عند بعض المصلين لما ياتي يكبر يقول هكذا الله اكبر هكذا عند عند بطنه الله اكبر، هذا ما فعلها النبي عليه الصلاه والسلام. لو تركت رفع اليدين افضل من انك تقول هكذا تعتقد بانها سنه. وبعض الناس عندما يكبر يدخل ابهاميه في صماخي أذني هكذا يقول الله أكبر وهذا خطأ أيضا وبعض الناس يلمس بإبهامي شحمة أذنيه يقول هكذا الله أكبر هذا كله ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وما ثبت عن الصحابة الكرام ولم يقل به أحد من الأئمة المعتبرين ولذلك التكبير الصحيح تقول هكذا الله أكبر والثانية أو الله أكبر هكذا هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام بالنسبه للقول وحركه اليد ثلاث حالات الحاله الاولى وهي هي التي عليها العمل الجمع بين القول والفعل يعني تقول الله اكبر هكذا جمعت يعني ابتدات التكبير مع حركه اليدين حتى انتهيت في صوره ثانيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله اكبر ثم يرفع يديه هذه صحيحه في صورة ثالثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يدي هكذا ثم يقول الله اكبر يعني يرفع اولا ثم يقول وكل هذا جائز ولله الحمد لكن العمل على الاولى الله اكبر هكذا كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يكبر هذه تسمى تكبيره الاحرام وركن من اركان الصلاه لا تصح الصلاه الا بها طبعا المصلي من السنه ان ينظر الى محل سجوده هكذا نظر المصلي ينظر الى محل سجوده لاحظوا كيف بهذه الطريقه بشكل طبيعي ومريح جدا هكذا ينظر الى محل سجوده كما كان كما يروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث اسامه وغيره لما دخل الكعبه قال ما يعني فارق بصره محل السجود هكذا هكذا كان ينظر عليه الصلاه والسلام وهذا طبعا وان كان محل كلام عند اهل العلم لكن هذا الـ الـ الذي يظهر بانه الراجح ينظر هكذا، طبعا اذا احتاج الانسان ان ينظر مثلا حاجه ضروريه لا باس لانه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه نظر احيانا الى الفارس الذي جاء من الشعب وقد ارسله فنظر بعينه ولم يلتفت براسه فالالتفات مكروه واذا الانسان استدار بجسده ببدنه وجعل القبله وراءه بطلت صلاته. أو مثلا أكثر من الالتفات بحيث أن ال... الذي يشاهده يقول هذا ما يصلي هنا تبطل صلاته إذا أخواني ينظر إلى محل السجود لاحظ الآن بعض مخالفات الناس بعض الناس يلقي برأسه على صدره كيف يطأطئ طأطأ شديد هكذا يقول هذا خطأ تلاحظون الآن في بعض المصلين هكذا ي... يعني يجعل رأسه على يعني صدره هكذا يطأطئ وبعض الناس يجعل هكذا بعض الناس هكذا هذا لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن اعتقدها دينا فليست بدين الا اذا كان عند الانسان مشكله صحيه هذه مساله اخرى من الناس ايضا للاسف من يرفع بصره الى السماء وهذا نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام هو محرم لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين اقوام عن رفعهم ابصارهم الى السماء او لتخطفن المعنى بان الانسان يحرم عليه ان يرفع بصره الى السماء حال حال كذلك بعض الناس تجده اذا صلى ينظر بعينيه هكذا يمينا ويسارا ما ينبغي ان في الصلاه لشغلا بعض الناس يقول ما نخشع طيب اسال نفسك لماذا لا تخشع من هذه الحركات وهذا السرحان وهذا العبث طبيعي جدا انك ما لكن لو انك وضعت بصرك بمثل هذه الطريقه الى محل سجودك ان شاء الله ستخشع بحول الله تعالى وقوته أما وضع اليدين فالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع اليد اليمنى على اليسرى لكن صفة الوضع فيها تنوع ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الحالة الأولى الوضع هكذا يضع اليمنى على اليسرى هكذا بهذه الطريقة هذه يسمى الوضع يضع اليمنى على اليسرى هكذا بهذه الطريقة الحالة الثانية أيضا وضع يضع الكف اليمنى على الكف اليسرى مع الرسغ مع الساعد الرسغ هذا هو الرسغ الذي هو مفصل الكف بهذه الطريقة هذا يسمى وضع أيضاً هذا يسمى وضع الحالة الثالثة القبض وهو أن يقبض هكذا بيده يقبض بكفه على على ساعده هذه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لبعض المخالفات بعض الناس يضع يده هكذا بهذه الطريقة يصلي فيضع يده إلى الجهة اليسرى وهذا ما ثبت في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة المتبوعين وإنما هو استحسان من بعض الناس في وضع اليد على القلب وشيء من هذا القبيل وهذا خلاف السنة واكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاه والسلام. من الناس ايضا من يتخصر في الصلاه، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى التخصر، اما ان يضع يديه الثنتين بهذه الطريقه او يضع يد واحده مثلا، هذا كله من التخصر المنهي عنه، السنه ان يضع الانسان يده اليمنى على اليسرى على منطقه الصدر او البطن، وبالمناسبه اؤكد على ان هذا سنه لأ لأ لان بعض الناس قد يعتنق مذهب من المذاهب الفقهية المعينة وعندهم في المذهب السدل ما في بأس لأن هذا قول له حظ من النظر والاعتبار لكن ما ننكر عليه ما يجوز أن ينكر عليه لكن جماهير أهل العلم على أنه هكذا توضع اليد اليمنى على اليسرى على منطقة الصدر أو منطقة البطن طبعا يقرأ الإنسان أول بعدما يكبر يقول الله أكبر يأتي بدعاء الاستفتاح ودعاء الاستفتاح له اكثر من صيغه فيكتفي بصيغه واحده او ينوع ما بين صلاه وصلاه سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك او مثلا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبرد أو مثلا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هذه كلها صيغ متنوعة يجوز للإنسان أن يأتي ب يعني أحد هذه الصيغ ثم بعد ذلك يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهذه أخواني سنة دعاء الاستفتاح سنة الاستعاذة سنة بمعنى أنك لو تركتها مثلا صلاتك صحيحة ولله الحمد لكن الأصل أن الإنسان لا يهمل السنن ولا يترك السنن والاستعاذة هذه ما تكون إلا في الركعة الأولى فقط الاستعاذه ما تكون الا في الركعه الاولى ولذلك ما تكررها في الركعه الثانيه وما بعد لماذا؟ لان القراءه في الصلاه واحده، فيكفيها استعاذه واحده. ثم بعد ذلك تبسمل، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهو سنه ايضا، تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتسر بها في الصلاه الجهريه، لان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي بكر وعمر انهم كانوا يسرون البسمله. هناك قول بانه يجهر بها ويستدل لذلك بما روية من حديث نعيم المجمر انه صلى خلف ابي هريره فقال فصلى فقرا بسم الله الرحمن الرحيم، عموما هذا من الخلاف المحمود من الخلاف السائغ، لكن جماهير اهل العلم والادله كلها الادله جميع الادله تشير الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر في البسمله، لو جهر احد مثلا لا حرج عليه وصلاته الصحيحة ولله الحمد والمنه. ثم بعد ذلك يقرا الفاتحه، والفاتحه تقراها بترسل وتقف عند راس الايه كما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول بسم الله طبعا لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين هذه سنة ليست من الفاتح فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول آمين ويجهر بها الصحابة كانوا يقول آمين ويجهر بها ويجهرون بها آمين معناها اللهم استجب اللهم استجب لماذا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هكذا هذه إن انك دعوت الله في الصلاه فتدعو الله ان يستجيب لك ما دعوته في قراءه الفاتحه، ثم بعد ذلك تقرا سوره او ايه، اذا قرات سوره تقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا، يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اما اذا قرات ايه ما في حاجه انك تستعيد لماذا اكتفاء بالاستعاذه في اول الصلاه لان القراءه في الصلاه واحده فاذا انتهيت تسكت سكته لطيفه حتى تاخذ فقط نفسك ثم تبدا في الركوع كيف يبدا الركوع يبدا بالتكبير مع رفع اليد هكذا تقول الله اكبر لاحظتم اخواني واخواتي كيف؟ هكذا تقول. لما تنتهي تقول الله اكبر. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تجمع بين القول وبين الفعل فتركع تنزل الى الركوع، بارك الله في الجميع. طبعا الركوع ركن من اركان الصلاه، ما تصح الصلاه الا بها. ولذلك الركوع الشرعي هو الذي تصل يديك إلى ركبتيك أما من وصلت يديه إلى فخذه مثلا مثلا بعض الناس الآن هكذا يركع عند الفخذ هذا خطأ ما ركع لا بد حتى يكون الركوع سليم أن تضع تقبض هكذا بركبتيك هكذا بركبتيك لا بد أن تصل الكفين إلى الركبتين لا بد ولذلك جعلها العلماء هو القدر الواجب او المجزع عفوا في مساله الركوع، لا يجزئ اذا وضعت يديك بهذه الطريقه ما ركعت ما ركعت ولذلك اخواني واخواتي اذكر لكم يعني الهيئه الصحيحه للركوع التي وصفت عن النبي عليه الصلاه والسلام لما يكبر عليه الصلاه والسلام يقول الله اكبر يلقم ركبتيه كفيه او يلقم كفيه ركبتيه بهذه الطريقه ويفرج بين اصابعه ويمد راسه ويجعل ظهره مستويا مع راسه بهذه الطريقه لاحظتم كيف ان الظهر مستوي مع الراس هكذا ينظر الى محل السجود ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ولو قال سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده طيب بارك الله فيكم لاحظتم كيف هذا هو الركوع الشرعي الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام طبعا أذكر لكم بعض الأخطاء من الأخطاء ما يفعله بعض الناس وهذه فيه حرص وزيادة عجيبة جدا لاحظ كيف هكذا بعض الناس يركع يثني ركبتيه بهذه الطريقة هذا خطأ يثني ركبتيه لاحظتم هذا من الأخطاء إلا أن يكون هناك عنده مشكلة صحية هذا غير لكن يتعمد خطأ بعض الناس يركع بهذه الطريقه هكذا ينزل راسه بشكل يعني مبالغ فيه هذا مما هو منهي عنه الامر الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي يديه عن جنبيه في الركوع بهذه الطريقه هذه المجافه وكان يوتر يديه هذا التوتير بهذه الطريقه مثل القوس الا اذا كنت في صلاه الجماعه فما تستطيع لان حولك يعني عن يمينك وعن يسارك مصلين ما تستطيع لذلك تصنع هكذا او تمد الى الامام او تمد الى الامام ثم تقول ترفع من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده هذا الرفع من الركوع وهو ركن من اركان الصلاه بعدما تنتهي من الركوع ترفع طبعا الركوع إخواني وأخواتي مثل ما ذكرت لكم يعظم فيه الرب يقال سبحان ربي العظيم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في الركوع أما السجود فسبحان ربي الأعلى كما سأبين الرفع من الركوع يكون بهذه الطريقة أنت الآن راكع لما انتهيت من الركوع تقول سمع الله لمن حمده بالنسبة لوضع اليدين بعد الركوع جمهور العلماء على أن على أنهما يسدلان بهذه الطريقه في قول مذهب معروف وهو الامام احمد كان يضعهما على الصدر كما هو الحال في الوقوف كما هو الحال في الوقوف انت اي شيء اي يعني صفه فعلتها هذه ام هذه الامر واسع ولله الحمد والمن لما تقف تقول سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد او ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد هذه اربع صيغ هذه اربع صيغ ثم اذا احببت ان تزيد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثابت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاه والسلام احيانا يطيل الوقوف بعد الرفع من الركوع ثم الآن تأتي عملية السجود عملية السجود السجود طبعا فيه خلاف بين العلماء معروف هل ينزل بركبتيه إلى السجود أم بيديه عندنا أقوال في هذا المسألة على العموم من فعل هذا أو فعل هذا فقد أحسن ولله الحمد لماذا؟ لأن الخلاف فيها شديد وكثير من أهل العلم يذهب الى النزول بالركبتين ومن العلماء من يذهب الى النزول باليدين والخلاف سببه الفاظ في بعض الاحاديث وايضا حديث لا يبرك احدكم كما يبرك البعير ما اريد ان اشوش عليكم اخواني واخواتي هي حلقه تعليميه لكن اذكر لكم الصفتين كيفيه النزول في اليدين وكيفيه النزول في الركبتين ابدا بالركبتين فاذا انتهيت من قول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد تبدا الان عمليه النزول هكذا تقول الله اكبر اول ما ينزل من جسمك الركبتين هكذا ثم اليدين ثم الجبهه والانف هكذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعه اعظم وفي لفظ اعضاء الجبهه والانف واليدين والركبتين والقدمين فيكون نزولك اول تنزل شيئا فشيئا يعني تجعل الاسفل ثم الذي بعده ثم الجبهه بهذه الطريقه اعيد مره ثانيه هكذا تجعل اول ما ينزل قدميك عفوا ركبتيك هكذا ثم تضع يديك ثم تضع جبهتك وانفك هذه الحاله الاولى فيما يتعلق بالنزول بالركبتين الحالة الثانية فيما يتعلق بالنزول باليدين بهذه الطريقة لما تنتهي من التسميع والتحميد تقول الله اكبر فتنزل بهذه الطريقة تضع اول ما تضع يديك ثم ركبتيك ثم جبهتك وانفك بهذه الطريقة هذه الصفة الثانية طبعا بعض الناس بكبار السن قد يحتاجون ان يضعوا اليدين قبل الركبتين وانا ذكرت لكم بأن الأمر واسع ولله الحمد والمن في السجود تقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى وتدعو في السجود فالنبي عليه الصلاه والسلام قال قمن ان يستجاب لكم قمن ان يستجاب لكم هذه مساله السجود ترجع الى لما ترفع من السجود هذه يسمونها الجلسه بين السجدتين اعيدها مره ثانيه انت الان ساجد طبعا وضعية اليدين مهم جدا قبل ما ابدا، وضعية اليدين تكون عند ماذا؟ عند المنكبين. ولها حالة ثانية تكون بين الرأس. يعني عندنا صورتين، الصورة الأولى هكذا، تضع يديك كفيك بين رأسك هكذا. لاحظتم اليد وينها؟ هذه الحالة الأولى، الحالة الثانية عند المنكبين هكذا. بهذه الصورة. بعض الناس يقدم يديه بهذه الطريقة هذا خطأ، وبعض الناس يجعل يديه هكذا هكذا عند ركبتيه وهذا خطأ من الخطأ ما يفعله بعض الناس من بسط الذراعين هكذا يبسط ذراعيه هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك من الأخطاء أن يسجد بعض الناس على أطراف أصابعه وهذا خطأ، وبعض الناس يجعل ظاهر كفيه وهذا كله أخطاء السنة وأن تضم أصابع يديك وأن تستقبل بهما القبلة هكذا بهذه الطريقة هذا هو الثابت عن النبي صلى وسلم طبعا تجافي بين عضليك وجنبيك إن كنت تصلي لوحدك فترفع بهذه الطريقة هكذا هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت تصلي في الصف لا بد أن تراعي من حولك من المامومين ولا تؤذيهم طبعا بالنسبه للجلسه بين السجدتين انت الان ساجد السجده الاولى تقول الله اكبر هذه الجلسه بين السجدتين وفيها ذكر هذا الذكر تقول رب اغفر لي رب اغفر لي هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتين بعض العلماء يقول واجب وبعض العلماء يقول سنه، جمهور الفقهاء يقولون سنه وفي قول بانه واجب. طبعا الجلسه بين الجلسة مهم جدا انك تطمئن فيها والطمانينه ان يرجع كل فقار وعضو الى مكانه حال جلوسك الطبيعي هكذا. ولذلك الان لاحظوا بعض الناس الله يهدينا واياهم يخطئون خطا كبير جدا لما يرفع من السجود ماذا يفعل؟ هكذا. الله اكبر الله اكبر. هذا خطأ هذا على قول الجمهور الصلاة باطلة طبعا جمهور الفقهاء في قول يقولون بأن الطمأنينة غير واجب لكن الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم المسيء علمه قال ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ولذلك العجلة هذه خطر على صلاة الإنسان لاحظوا بعض الناس كيف يفعل لكن الله أكبر الله أكبر هذا خطأ يا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم الركن هذا ركن من اركان الصلاه هكذا تفعل معهم لما ترفع من السجود تقول الله اكبر حتى تطمئن جالسا هكذا وتضع يديك على على فخذيك هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تقول الله اكبر وتسجد السجدة الثانية سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى وتأتي بالأدعية مثلا الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم طبيعة الحال بالنسبة لأعضاء السجود هي سبعة الجبهة والأنف واحد فيجب أن تسجد على الجبهة والأنف فإذا سجدت على الأنف دون الجبهة ما لك صلاة بطلت صلاتك أما إذا سجدت على الجبهة دون الأنف فالصلاة صحيحة لكنها ناقصة لماذا؟ لأن الأنف تابع للجبهة والتابع لا يستقل بحكم أما الجبهة فهي الأصل ولذلك الأصل مثل ما فعل وسلم جعلها واحدا حينما سجد على جبهته وأنفه صلى الله عليه وسلم أما وضعية الجلوس على القدمين إخواني وأخواتي فمهم جدا أن نتحدث عليها وذلك لوجود جملة من الأخطاء فالإنسان إذا جلس بين المصلي إذا جلس بين السجدتين يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى هكذا لاحظوا كيف أني جلست الآن على قدمي على باطن قدمي اليسرى ونصبت رجلي اليمنى هذا في الجلسة بين السجدتين كذلك في التشهد الأول فالتشهد الأول هذه نفس الوضعية نفس الهيئة نفس الجلسة افرش الرجل اليسرى اجلس عليها ثم انصب رجلي او قدمي اليمنى بحيث انني امكن اصابع قدمي من الارض. عندي ما يسمى بمساله التورك وهذه مساله طبعا في التشهد الاخير في كل صلاه رباعيه او ثلاثيه فيها تشهدان طبعا يكون هناك التورك، التورك ما هو؟ له اكثر من صفه كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام الصفه الاولى انني ادخل قدمي وساقي اليسرى تحت ساق رجلي اليمنى بهذه الطريقه لاحظتم هذه هي الصفه الاولى مع ان قدمي اليمنى منصوبه مستقبل بها القبله بهذه الطريقه الصفه الثانيه انني امد رجلي قدمي ثنتين هما بهذه الطريقه بحيث انني اجعل ظاهر قدمي اليمنى على باطن قدمي اليسرى، وهذه قد يحتاجها بعض الناس. في صفه ثالثه جاءت في الصحيح وان كان بعض العلماء يشذذ الروايه فيها وهي ان يجعل قدمه بين ساقه وفخذه اليمنى بهذه الطريقه. لاحظتم كيف؟ يجعل قدمه هذه فيها كلام لاهل العلم لكن الغالب على الناس الان هذه الطريقه ان يجعل ان يدخل قدمه وساقه اليسرى تحت ساقه اليمنى بهذه الطريقه بهذه الطريقه بارك الله في هذه سما التورك وهو سنه سنه طبعا لمن استطاع بعض الناس ما يستطيع قد يكون مثلا سمين قد يكون عنده هشاشه عظام قد يكون عنده مشاكل صحيه انا اتكلم على من هو قادر عليها طبعا بالنسبه لل القدمين او الجلسه عموما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جمله من الافعال في هذه الصلاه يفعلها كثير من الناس منها الاقعاء الاقعاء او ما يسمى بعقبه الشيطان هكذا بعض الناس يصلي خاصه في البيوت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الصلاه وهي ان يجعل يرفع ساقيه بهذه الطريقه وينصب ينصب ساقيه ويضع يديه بهذه الطريقه، هذه منهي عنها، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا الحاله الثانيه ان يفرج بين رجليه ويجعل اليتيه على الارض بهذه الطريقه، هذه ايضا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. في حاله ثالثه ايضا منهي عنها وهي ان يفرش قدميه الثنتين ويجلس عليهما. هذا ايضا مما نبه عليه العلماء وهي احد الصفات المخالفة في صفة محل خلاف لكن ابن عباس يقول هي السنة وهذه تصنع في حالة واحدة بين السجدتين وهو أن يجلس على عقبيه بهذه الطريقة يجلس على عقبيه بهذه الطريقة يعني لاحظتم كيف هذا العقب سمى العقب ويجلس عليهما قال ابن عباس هذه السنة حتى لما قال له طاووس بن كيسان اليماني يقولون بأن جفاء فالرجل جفاء يعني هذا قال انها سنه يا ابن اخي او كذا فقال بانها سنه لانه نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بالنسبه للانسان اذا جلس للتحيات عنده وضعيه اليد الاصل انه يضعهما على فخذه هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه ان يلقمهما ركبتيه بهذه الطريقه هكذا لكن ان وضعهما على يديه يجعل مرفقه عند اخر فخذه بهذه الطريقه ويشير بإصبعه هكذا طبعا اليد يجمع أصابعه الثلاثة بهذه الطريقة ويضع الإبهام عليها ثم يشير بإصبعه مائلا بهذه الطريقة في التحيات أو يجمع الخنصر والبنصر ثم يحلق بين الإبهام والوسطى ويشير بالسباحة بهذه الطريقة وينظر إلى ينظر إلى إصبعه في الصلاة ويأتي بالتحيات يأتي بالتحيات بهذه الطريقة فإذا انتهى قام بعض العلماء يرى بأنه يجوز تحريكها بهذه الطريقة وبعض العلماء يقول يحركها إذا جاء في الدعاء هكذا يقول بعض العلماء لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يثبتهما من أول التحيات إلى آخر التحيات ولو حرك أو مثلا ثبت أو مثلا هذا كله يعني من خلاف التنوع لا حرج على الانسان فيه، عموما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يميل اصبعه يسيرا بهذه الطريقه، وكان اذا وضع يديه في هذا يضعهما مضمومتين مستقبلا بهما القبله، ما يجعلهما هكذا مثل بعض الناس يقول هكذا، لا فيها حالتين، اما ان يجعلهم مع الفخذين واما ان يلقم الركبتين هكذا. اذا قام من التشهد الاول للركعه الثالثه في حالتان لرفع اليد هذه من السنة أيضا من السنة في رفع الأيدي أن يقول وهو جالس هكذا الله أكبر ثم يقوم والحالة الثانية لا يقول هكذا الله أكبر هذه الحالة الثانية هذه الحالة الثانية ويبدأ الركعة الثانية أختم بالسلام السلام هو ختام الصلاة فالمصلي إذا جاء ليسلم لي ويقول هكذا وهو طبعا ناظر الى محل سجوده يقول السلام عليكم ورحمه الله ويميل يعني قصدي يبالغ في السلام حتى كما وصف سلام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يرى بياض خده هكذا السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله هكذا بعض الناس عنده حركه عجيبه جدا في السلام لما يجي يسلم يقول هكذا السلام عليكم ورحمة الله ثم يقول هكذا هذا ما ثبت يعني هذه الحركة تحتاج إلى شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، السلام بكل يسر وسهولة وبساطة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأفضل شيء أن تجعل الحركة مع القول هذا أفضل شيء، في من أهل العلم من يقول بأنه يعني يسلم ثم يتحرك يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبعدين يلتفت، السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت لكن الذي يظهر بأن دائما هي قاعده في الصلاه الجمع بين الاقوال وبين الافعال في الغالب انها مضطرده تتخلى في بعض المسائل مثل ما ذكرنا في السنه بين الجمع بين الجمع بين التكبير وبين الرفع في بدايه الصلاه، اسال الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم هذا جزء يسير من صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، نبهت على المسائل التي يحتاجها الناس. نبهت على المسائل التي يحتاجها الناس وغيرها كثير جدا لكن وقت البرنامج اقتضى مثل هذه الفتره الزمنيه استودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته